يطوي تنتهى الامر يعني ما نبقاوش نمشيو على الماضي دوك رانا المستقبل وقلنا في الحصه السابقه عندنا شباب لازم نتكلموا عليهم في المستقبل نبنيو فريق لازم نرتبوا روحنا ما نبقاوش عايشين في الماضي لان دوك الامور تتسارع بوتيره سريعه جدا وخاصه في كره القدم قلنا عندنا شباب كثير راهم يلعبوا في اوروبا كل حال وان شاء الله يعني في المستقبل دمج يعني دم جديد او شباب جديد ونظن راح تكون لهم الفرصه وعنده يعني شباب كثير بيقدروا يلعبوا ويلقى التوليفه اللي ممكن بالوقت راح تمد يعني ثمارها. اكثر الحديث عن ديلور عوده ديلور كذلك اكثر الحديث عن اختيار عوار يعني ربما احاديث هنا وهناك اي تنوري اضافه الى بعد جلب صدادقه وعدلي اذا اكثر الساعات القليله الماضيه الحديث عن هؤلاء هاته التشكيله وهاته او هؤلاء اللاعبين. شوف هي من قبل نتكلم الاخ ياسين على بعض اللاعبين اللي راهو يداو اسماوتهم يعني في الساحه الرياضيه وخاصه في المنتخب الوطني لابد ان نعرف شيء أن المقابله الوديه والمقابله الرسميه ممكن كيف المقابله الوديه هي مقابله تحضيريه اما المقابله الرسميه مقابله حسم. احنا كل يوم نسمعوا باللي بعض اللاعبين يعني اللي ربما احنا ما عندناش خلفيه تماما لما تتكلف على ديلور الكل كان يتكلم على الحادثه اللي صارت انه ما حبش يجي المنتخب الوطني لكن اليوم احنا نمشيو بالاحترافيه ونمشيو بالمنطلق اننا نفرجوا لانه اليوم احنا ما نقدرش